يبعد من نابت ويبعد من هالعائلة إلى نيمة ويعرفني أنا يما وأنجر عليه، يبعد منا ويبعد من العائلة ديالها كامل. وإلا ما بعدش منا لا يقول شي عنده يما. أنا نقول للمشاهدين ويسمعني كل شي ويشوفني كل شي. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير كما ديما. نتمنى من اهل ديالكم الاحباب اللي المهم النهار الكبير هذا. مرحبا بك اختي حفيظه، انت العرايس ديالك نورتونا والدار داركم. ونتمنى من الله لك الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي، والله يخليك ديما تشفق ولادك. اختي حفيظه وفق ولادك عندنا في اي وقت، الله يشافي ويعافي والله يشافي عمي احمد. وسمحوا لنا الى شوف إلا سمعتوا منا شي حاجة ماشي هذا كله أغلطنا في حقكم. أنا مسامحكم، سمحوا لنا، حنا كنعتذروا منكم. وحنا شوف خصوصا أنا خالتي الحفيظة اسمح لي والله، حيت أنا ديك الكلمة من قلتها قلت وإلا قلتي على خالتي الحفيظة يعني حتى يماك، ولكن اسمح لي خالتي الحفيظة بزاف والله. أنا الحجة والحاجة عندي بحال يما، عندي عزازي مصقصيهم عليا. الله يطول في عمرك اخوتي حبيبتي. وما نقدرش نقول فيها شي حاجة، اسمح لي شي وصال وعندي بحال يما. السلام عليكم المشاهدين نجم، وهذيك وليدي، هذه العائلة واختفى المص ديالهم، وهذا من العائلة ديالنا كاملين. نطلع عند اخ يما اخو بابا، هذه العائلة تسع منا واحترمة وما قوفينا على الخير، ما قوفينا على الخير ما نسويوش الخير ديالهم. نطلع عند اخ يما اخو بابا بعد منهم وعطيهم التيار، وما عندك شي معاهم وما ما عندهم شي معاهم. الدنيا واسعة وعريضة عليه، هما الدنيا واسعة وعريضة عليهم. هذه العائلة ديالنا ودموا عنا مشروف، بعد منهم واحترمهم، تسع منهم واحترمهم. خالتي حفيظة شوف الحليف ديالي، حنا نازلنا على هادشي هذا، وحنا ما بقيناش يعني نزيدوا معاه في هادشي هذا، ماشي حيتاش راه غلبنا ولا شي حاجة أو خافنا منه، لا. على وجهكم وعلى وجه العائله كاملين اللي اتصلوا بينا، وعلى وجه الوالدين ديالي عارفه عبد العال، لان حنا علاش حنا كنضركم انتوما، كنضركم انتوما قبل ما كنضروا راسنا. حنا كان حنا باقيين صغار وكنحتملوا، ولكن انتوما الناس كبارين شحال باقينا حنا. هذا الشيء اللي حنا كنحشموا وكنحترموكم، هو ما احترمكمش. انا ما ننساكمش الصحاب ديالكم، انا والموت ونحيا ما ننساش الخير. بغيت نعرف واش كيتواصلوا معك على تواصل ولا والو؟ لا والو. اش كنت مريضه مع السيده في التيطون في العيد جا طلع عليه؟ لا والو. طلعش عليه في العيد، غافر لك العيد خالتي حفيظه؟ لا والو والو. الله يهديه على نفسه، الله يهديه على وليدي ديالو. انت ما احترمتيناش، حنا ما مسوقش لينا حنا، ولا اول كاع لعائلتك احترم على الام ديالك المريضه ولا الاب ديالك. طيب شو ما عيب عليك، واخا اختك في وسطنا كيف قتلك يماك، احترم اختك. وبغي هو عمل واحد المشكل كبير مع الراجل ديالها، لان الراجل ديالها عاود كيكبر عقله وعنده وليداتو معاه. عما حتى كاين شي واحد اخرى فرفاره وكيطروا هذا عود علم الله تبارك يخرجنا. الله يرحم لك الوالدين، عندك اختي حفيظه انتينا عارفه، علم الله عاود يخرجنا. عنده عقل وكبير ويحترم كل شيء. على الاقل حشومه وعيب عليك، احترم عين ماك مسكينه اللي مريضه. اللي كنت حداها في تيطون وكمريضه مع الناس وما طلتش حتى عليها، حشومه وعيب عليك. حشومة وعيب عليك، حنا دابا خلينا شوف عاد هاد الخنشوش هاد اللي ولدات تعذبت عليك محناتك وكلاتك وكبراتك، ترجع تي راجل وكنقول كما كالكرام انا راجل. باش راجل؟ شوف عاد وجهت السيدة هادي اللي ما خصناش نضروهم. اما انا عارفك ما مسوق لي، ما مسوق حتى لشي واحد، حتى انا ما مسوق لكش، ما عندك باش تنفعني وانا ما عندي باش ننفعك. انا ديك الحوايج اللي عملتهم معك كاملين الا هي شافتهم من الوالدين ديالهم وشافوهم العالم، الحمد لله راه داك الشيء كياتينا عليه الله، ربي هو اللي كيجازي كل واحد سواء على خير او شر. ولكن احنا غنبقاو ماشيين بعد المشاكل هذا، راه قاعد دور على الوالده ديالك. انا ما عندك باش تدورني، انا اللي ما دارناش ربي سبحانه وتعالى ما عندوش كل اللي يدورني وما خايفتها من شي حاجه. ولكن هذه السيده اللي ولدتك لا هي ولا الاب ديالها راه كدور ماسي. حشم على وجهك واحد شويه، وحشم على عرضك وعلى اصالك، فكر في العائله. إلا كان عندك واحد شوية ضرة من العقل، إيه واحد شوية.
واخا هاد اختك زعما وقرتيها وقر على الام ديالك اللي كطلبك وانت كتسمع وكيسمعوها الناس كاملين. انا الام ديالك باش ما يمشي شي بالك بعيد او تقول راني طلبتها وقلت لها اجي لعندي باش تعمل معايا فيديو قول وقول وقول. انا ما كنقريش الناس الا جا عندي شي واحد فحال اللي كنعمل انت كتجيب الشلاه بيا وكنقريهم باش يكذبوا وينصبوا عليا. لا حاشا ولله. الام دراديا الاخوان جات عند بنتها بمناسبه ان عملت واحد الحفله اللي صغيره بالجنين ديالها. جات الفرصه هي هذه جلست معانا وغادي توجه النداء لولدها. زائد بزاف د الناس كيقولوا لنا بغيناكم توضحوا لنا شنو وقع لكم مع ديك السيده مولات التوأم اللي جابوها عندهم جوج بيهم هو واحد الباترونه. علاش كنسميها باترونه ديك السيده هذه؟ باش ديك السيده هذه باش تعرفوا القصه ديالها مزيان. هذيك السيده هذيك عندها جوج بنات ديالها عازبه في الامارات وكانت خدامه في سبته. الراجل ديالها متوفي هادشي على اللسان ديالها هي. قالت لك اسيدي ها 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 حتى مات الراجل وارتحت. الشريفه بهذا المصطلح كيفاش ارتحت؟ واش كان عندكم شي مشكل؟ قالت لي لا حيتاش كاين المراه اللي كتكون معذبه كيتوفى الراجل وكترتاح منه وكاين الراجل كتوفى مراه وكترتاح منه. هذيك السيده هذيك اللي مع مولات التوأم باش تكونوا عارفين هي اللي كتجمع على الفلوس وهي اللي كتجاوب الناس فاش كتصلوا بالسيده وهي اللي كتصيفط لها كارت ناسيونال ديالها لدوك الناس اللي كيصيفطوا الفلوس وهي اللي كتجمع الفلوس عندها. هذيك ديك السيده دايره في هاد مولات التوأم ما بغات باش تكونوا عارفين الاخوان. السيده مولات التوأم انا مسامحك الا سمح لك الله على دوك الوليدات اللي عطاك الله بثلاثه. علاش؟ حيت عطيتك 3000 درهم خرجتي معاهم وقراوك مزيان في الفيديو قلتي ما عطاني حتى ريال. اقسم بالله انا رقبت ربي راه شاهد في هذه الليله هذه 3000 درهم وكانت حاضره هناء المريني. كنوجه لها واحد التحيه بنت اللي جالسه في ستاند اب في الدوزام راه مشهوره حتى هي كانت حاضره تما. كانوا حاضرين واحد جوج الناس عاوتاني من ذاك الدار هذيك اللي كجلسه معاهم ديك السيده. خليه يهضر اختي بيهم. اختي شوما وعيب عليك نقول انا ما عطانيش ذاك السيد. خرج واستنحز بالقران كلام الله وطبطب ونزل يدك عليه وقل اقسم بالله وربي اللي شاهد عليه وحق هذا تستنحز ديك السيد ما عطاني تاليا. ولكن ما تقدرش عرفت علي لان ديك كلام الله يخرج فيك ما تقدرش. هذه حاجه باينه. نسيتي فاش عملت معك فيديو راه كاين في الفيديو الاخوان هاد الناس هادو ذكروا باللي حيت انا جلست 24 ساعه قالوا ولا 48 ساعه ولا ما شنو قال لك علي حيد الفيديو. على الفيديو كيضرب في 24 ساعه تقريبا 700000 مشاهده راه كاين في اليوتيوب. لعنه الله وعليكم سكوت سعيده خليني نهضر. راه كاين في يوتيوب ضرب تقريبا 700000. شنو هاد السيده في الاول ديال الفيديو شنو قلت لها؟ الناس اللي شافوا الفيديو الا كنتو عقلتو قلت لها اختي واش عاونتك ولا ما عاونتكش؟ هذه كاينه في الفيديو شوفوا رد عليها الحمد لله كاين. سوي خليني نكمل. قالت لي عاونتيني الله يرحم لك الوالدين. اقسم بالله على ما اقول شاهد ضربت يدي للجمعه عبر الكواليس قبل ما نبدا الفيديو شبرت 3000 درهم وعطيتها لها حطيتها لها في يدها. هاد السيده هذه اللي معاها هاد الباترونه قبل ما نمشي انا عندها وفاش اكتشفت الحاله ديالها بقاو كيطاقيونا الناس في فيسبوك هما اللي وراونا هاد السيده قالوا من بلادكم الله يرحم لكم الوالدين سيروا صوروا معها شي فيديو يعاونوها الناس وحنا هنا بني حمد. شبرت انا شفت ديك المنشور ديالها وديك التويمات والنمره زدت النمره اتصلت شكون جاوبني قبل ما نمشيو عند هاد السيده؟ جاوبتني هاد الباترونه هذه تشلاه بيا الا جبتها معك الظروف وتلاقيتها غنطفلك في وص وجهك اشلاه بيا نصابه. شنو قالت لي هي جاوبتني قالت لي الو شكون معايا؟ قلت لها واش انت يا سيده اللي مولات ثلاثه التوان؟ قالت لي لا ولكن انا اللي مكلفاله. قلت لها اعطيني السيده اللي ولدت مولات ثلاثه التوان غنهضر معاها. عاد كلمتها لي عطاتها نهضر معاها انا كنهضر معاها قلت لها اختي لاباس بخير مبروك عليك تربى في عزك ان شاء الله. انا واحد السيد من بلاصه ثانيه غنجيو غنتعاون معاك وغنصور معاك فيديو حتى الناس غيزيدوا يعاونوك الجاليه والناس داخل المغرب. قالت لي الله يرحم الوالدين. هي طرت لها على التليفون عاودت لها من يدها قالت لي اجي انت ماشي عالي. قلت لها باش عرفتيني؟ قالت لي عرفتيني من صوتك. قلت لها اه هو هذا عالي. قالت لي الحمد لله اللي استجبتي وشفتي ذاك المنشور وهذا وهذا
لا شرف لي يا اختي هذه. قلت لها راني غنجي تما. قالت لي شوف الله يرحم والديك النمره ديالي انا غنصيفط لك دابا ولا في الواتساب غندخل عليك، وملي تكون ماجي عند هذه السيده هذه راه كاينه في مرتفع البلاصه الفلانيه حتى اتصل بيا انا باش نمشي معاك عندها. لا ماشي مشكل. فاش وصلنا انا ومرتي تما المرتل اتصلنا بديك السيده قالت لنا اجوا لي عندي انا راني ساكنه في الرينكون اللي هو المدينه. مشينا للرينكون هزينا معنا هاد السيده هذه ماشي في الطرق اللي كنحكي لنا انا وانا انا ما عادش ني انا عندي شي سكنه هنا وانا عندي بناتي في الامارات كما ذكرت لكم دابا الى اخره. ما علينا قلت لها تبارك الله وانا راجل انا اللي عملت لا وانا اللي ما كيسواش وهذه وهذيك حنا دخلنا فيها القسم وراجل ما كيسواش. هي بقات كتهضر وانا دابا هي كنتصنت عليها. قالت لي علي دابا شنو غنديروا؟ قلت لها كيفاش شنو غنديروا؟ قالت لي السيده حنا خصنا نجمعوا لها الفلوس انا وياك ونتكلفوا انا وياك ونديروا كل شيء انا وياك، ولا كنا غنكريو ولا نديروا لها شي حاجه نديروها انا وياك. قلت لها اسمعني يا اختي اللي كيعبوا الحنش كيخاف من الحبل بهذا المصطلح هذا. قالت لي كيفاش؟ قلت لها انا بزاف الناس اتهموني قالوا باللي علي شفار واللي علي داد الناس وكيمشي يحط النمره ديالو صور مع الناس فيديو يحط النمره ديالو باش يدي الفلوس ويدير ما بغى. قلت له وتلقيت انتقادات عديده من الناس اللي هما جمهور ديالنا كيقولوا لي علي انت كان عامل مشكل راسك اللي كتشوف شي حاله حط النمره ديالو وخليها تكلف براسها وتمشي بحالها. قلت له داكشي اللي غندير انا. شوف اختي انا عندي المسؤوليه ديالي انا ساكن بنيح من عندي وليداتي غنعمل فيديو مع السيده وغنعاونها انا غنعطيها داكشي اللي قدرت عليه وغنحط النمره ديالها وغنمشي بحالي. شنو قالت لي هي؟ قالت لي لو كنت غنعطيها شي حاجه عطيها لي انا غنعطيها لها حيت انا مكلفه لها بكل شيء. انا جمعت لها شي حاجه الفلوس شي حاجه هي عطيتها لي هي اليد وشي حاجه باقي عندي انا. قالت لي شي 5 درهم كان عندها. قلت لا قلت لها اسمح لي انا لا نعطيها شي حاجه غنعطيها لي. قالت لي راه يقدر لا. قالت لي السيد الراجل ديالها غيديهم لها. قلت لها ولدها للراجل ديالها اللي كانوا تفاهموا بيناتهم. شوف فين كاين المشكل؟ واش عندهم شي مشكل هي وراجلها؟ قالت لي لا. قلت له فين كاين المشكل؟ يا عيانه اذا لا جمعت شي حاجه غنعطيها للزوج ديالها. يما راه الراجل ديال وليداتها بحال هي بحال هو بحال لكن متقين بعيد من ديك الساعه سكتت. قالت لي و صافي المهم صافي. طلع عندك السيده للدار اي هذيك درت انا مع هذيك السيده النصيحه اللي غنقول انا لديك السيده. قلت لها اختي شوف انا عندي قناه كبيره في يوتيوب وكيعرفونا الناس داخل المغرب وخارج المغرب. انا غنتعاون معاك دابا بشي حاجه ديالي ماشي الناس عطاوها لي غنعطيها لك. لا انا نعطيك انا من جيبي وغنعمل معاك فيديو. قالت الله يرحم والديك شديت 3000 درهم عطيتها على اليد. قلت لها شوف غنصحك واحد الحاجه وديك البنات كانوا كيسمعوها وهاد الشلابيه اللي جالسه حداها عاوتاني حتى هي عندها قناه تصورنا معها عاوتاني فيديوهات دخيتي هذه الباترونه. قلت لها شوف الا جا عندك قنوات صغار وما عطاوك حتى شي حاجه ما تصورش مع شي واحد فيديو عاد بغاو يطلعوا المشاهدات عليك مع هاد الترابي هادو عاد بغاو يستغلوك طلعوا مشاهدات فيك. ولا جا عطاوك شي حاجه شده منه قل بسم الله وصور معاه ما كاين حتى شي مشكل. قالت لي واخا الله يرحم والديك. قلت لها صافي فهمتيني؟ قالت لي صافي فهمتك. اش اللي كاين؟ جبرت انا عطيت هذيك 3000 درهم صورنا معاها فيديو وجلسنا واحد شويه بقينا كنهضروا صورنا فيديو مع هذيك الباترون انا اخرى مشينا بحالنا. فاش تفاجات انا فاش جات هاد الباترون عند هاد المريوه اللي كتسمي راسو مهند شنو قالت في الفيديو؟ قالت وعدها باللي غيكري لها وعدها باللي غيشوف لها شي ابارطومو وعدها ما عاد شنو ما عاد شنو. سيرنا على الله وعلي في هذا النهار لعنة الله وعليك صبان في هذا النهار هذا الله ياخذ فيك الحق. تاني وعدت بشي حاجه عادي ملي كيوعد شي بشي حاجه عنده الكلمه كيقد بها راجل عادي ما كيعطيش وعود كاذبه. وعالي فاش قلتي لي كذا ما كذا الشلهبيه قلت لك عادي عنده مسؤوليته ديالو ساكن بني حمد ها شنو غنحط المرته وغنعاونها. خصنا هاد الناس هادو اللي ذكرتي انت في ديك الفيديو مع ذاك مهند قلتي هاد السيده هادي بلا تلفازه وهاد السيده هادي بلا ثلاجه خص ديك الناس هادو اللي صيفطوا لك الفلوس وتكلفتي انت وجمعتيهم خصهم يتحاسبوا معاك. فين هما؟ اين هما ذاك الفلوس اللي صيفطوا لك ذوك الملايين اللي جمعتي لديك السيده؟ اين هما الفلوس اللي كتشكي وكتقول هاد السيده ما عندها والو وقلت السيده استغلوا باش غنستغلها باش وانا حطيت المرته باش غنستغلها. انا شوف انا عقت بيك انا ماشي كربع صبيع السيتو انا مش حال هادو انا بادي في السوشيال ميديا وانا ما بغيتش نعاود نطيح في نفس الفخ. لو كان انا حطيت النمره ديالي
كنتي غتخرج تقول بلي عالي حط مرتو شي بارفوس كثيره وشفر هاد السيده. اذا ما بقى لكم فاش تلصقوا نطوا السيده ما كملش معها ما كرالاش ما دارش على انا مزوج تزوجت زعما ديك السيده هذيك موكله لي انا ولا ملزومه عليا انا باش نبقى انا نسال على الكرا وندير لا انا اللي عليا مشيت درتو وجات بحالو هي عند السيد عند الراجل ديالها خدام على راسو في الجبل الله يسهل عليه. انت دابا زعما كتقول لا صيانه مع راسك انت كتقول لا صيانه مع راسك واعره مع راسك واخا عياك الطير راه ما عندك ما وصل ديك الوعره ديالها وديك القوالب ديالك عوصلوا لي عندي انا ويوقفوا صافي من الاخر. والسيده اللي جبتوها انتم صورتوا معها فيديو باغيين تخدموا بها من الاخر باغي تجمعوا بيا الفلوس علاش الشمايل حطيتوا النوامر ديالكم بجوج اول كومونتير وقلت للمساعده اللي بغى يعاون هاد السيده هاد النوامر وحطيت النمره ديالك انت والنمره ديالو حطوا في اول كومونتير. اذا هذا الشيء كيدل على انكم باغيين تخدموا بها باغيين تدخلوا بها الفلوس. راه المشاهد ماشي حمار راه المشاهد ذكي ماشي حمار. الناس اللي صيفطوا فلوسهم من هاد السيده هذه اللي هاد مولدتوها محبسوا ما تزيدوش تصيفطوا شي حاجه لان ديك السيده اللي معاها راه طحنتها طحين راه دارت فيها ما بغات راه عطات اللي بغات ودات لها اللي بغات. علاش انت ما شدتي لها في طنجه علاش ما كريت لها شي حداك في الرينكون اللي تما رخاو المعيشه رخيصه والكلا رخيص علاش جيتي لطنجه بعدت عليه خفتي التهمه قلت ولا الشوم فيك شي نهار شي تمشي ما ماشي هي هذيك يقولوا لها باللي هاد السيده هذه اللي حداك اللي دارت لك لعبتي ودات لك رزقك وكلاتك هادشي الباترون مناش خايفه درتي حسابك ودرتي ماشي كنحك عالي باش تخلي راسك بعيده زعما واش اللي عندي انا نوريك الشغل الناس اللي صيفطوا الفلوس كاملين لهاد السيده هادي وجاوباتهم هاد السيده هادي خصكم تحاسبوا معاها قولوا لها الفلوس ديال المراه فين هما فين مشاو اللي كتشكي عليكم وكتقراها باقا بلا تلفازه ولا ثلاجه اين هما ديك الفلوس اللي صيفطوا لك فين هما الشلابيه فين هما الفلوس خصكم تحاسبوا معاك انت نصابه ودابا بغيتو تكملوا انت وخينا ماشي بيع عند خينا. انا عارف ديك السيده هذيك مغلوبه على امرها فاش قريتها مزيان وقلت لها قول ما عطاني والو شوف رساله لهاد السيده هذه اللي كانت كتشوفني بلاتي هاد السيده هذه رسالك اللي كاختي اللي كنت كتشوفني انا مسامحك الا سمحك الله ديك الهضره اللي قلتي باللي ما عطيتك والو انا مسامحك على دوك ثلاثه د الوليدات اللي عطاك الله الا سمح لك ربي سبحانه وتعالى انا مسامحك. واحد النقطه يا اخرى في القناه الاخرى قلتي ما عطا والو وفي واحد اللايف دي وحده او هذيك زيده عليك قلتي عطاها واقيلا 500 درهم كي مشى لها اليد هنا كتدخل وكتخرج في الهضره انا باش تعرفوا يعني النص كاين والكذوب عين باين ما عطاهاش ما عطانيش واحد القناه اخرى قالت عطاها واحد 500 درهم لعنه الله وعليكم ما عاد دخلوش في قبركم شنو غنديو معانا شبيه الله دعاء الله عمي ودعي الطام والله ما غطيحنا شنو غندي معاك بالاخر شبيه المشاهد ماشي حمار المشاهد ذكي وكيعرف شنو كاين هذا توضيح للناس اللي كيقولوا وضح لنا هاد السيده هادي واحد النسبه قليله اللي شاكين فيا وشاكين في المصداقيه ديالي اما الاكثريه كيقولوا ما نعطوش الاهتمام هذا الشيء وعارفينكم شنو كتسوي باش نوضحكم باش نعرفوا شنو كاين الحقيقه ديك السيده هذه ديك الباترونه اللي تلاقات معاه والسيده مولات التوأم اللي هي ضحيه كما كان ضحيه سعيد اللي سمعتوا فيديو ديالو معاه سعيد هضرت معاه ودار كيعتذر مني وقال لي العب لي في عقلي وشربني شي حاجه وضحك عليا وقال لي اي حاجه قلتها لك عاد قول وشنو عاد قول عليه وشنو عاد قول عليه قل نصاب ودا وترك وعمل ودا وما عاد شنو انا نحط لكم الاوديوات سعيد كاملين في هذا الفيديو على خاص لكم الحزاق كامل في هذا الفيديو هذا وغتسمعوا كل شيء من الاخر صافي باش ما نبقاوش ماشي نزيدوا في هذه المهزله هذه النهار وغدا ما عندنا ما نعملوا ديك الشيء ديك المهزله ديالك ديك الفيلم ديالك مسلسل طويل الا بغيت تطول فيه على ود الادسونس حيت هذا الاسبوع عندك ما جاي في الطريق زيد انت طول فيه ولا سبع اسطوري وهي قالت مسمي واحد عبد الله واحد عبد الاله واحد عبد الرحمن مزيان ملي ذكرت وصل لها بالنقطة هذه هاد السيدة هادي فاش مشينا حنا عند ذاك النهار أنا سولتها قلت لها أختي واش سميتو هاد الدراورين قالت لي راه سميناهم ذكروهما في الفيديو الشلابية
قال لك الدراري باقيين بلا سمير. وفين ما الفلوس اللي عندك؟ ما تجمعتش حتى 5000 درهم اللي على الاقل خروفه خروفه كتعمل لك 800 درهم. حنا عندنا في بني احمد تبارك الله تاع شي اربع المقارس وين خروفه بثلاثه بهم. فين هذيك التليفون هاوي؟ فين هذيك التليفون ديالك؟ هذيك ما عندكم باش تسميو العواول حيتاش علي ما سماهمش. علي كولدهم وخلاهم. علي 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 ولدهم ونساها، عنده المراه اخرى ولدت ونسى ولادو ما سماهمش. تما راه عند الراجل ديالي عنده ولادات. سمعوا بالله ولا علاش ما تحوشني بعليكم تحطوا النمره دول زاد ديك المراه حيتاش قلت كيقرا وقاري وعنده 14 سنه تبارك الله. سمعوا واحد السيد اتصل بيا من رينكون من حومه هذه السيده هذه. سمعوا ملي شاف هذا الفيديو هلا دايرين هلا بالمؤامره. سمعوا كيف عاود من الاوديو محمد باش يسمعوا مزيان. عاود من الاوديو. السلام عليكم، كيف انت السي علي؟ مزيان بخير كلشي مزيان. انا واحد الولد برين كون جيت نقول لك على ديك السيده اللي تهماتك. هذيك واحد النصابه كانت خدامه برقديه في سبته وعندها جوج دبنات وسرداتهم الاماره كيمارسوا الدعاره تما. المهم انا كنعرفها مزيان وجيت نقول لك على ديك المراه اللي ولدت لي عندها ديك ثلاثه التويمات كيبقاو يسردوا لها فلوس وما كطيهم لا ما والو فهمتي. المهم انا جيت نقول لك زعما باش تقول للناس الجاليه زعما ما بقاوش يسردوا لها فلوس حتى شي كتنصب عليها وصافي كتنصب عليهم وكتنصب على حتى على ديك المراه يعني ما كتعطي لها والو هي فهمتي كيفاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما كنوعدش في الكواليس الا انا الا قلت شي حاجه كنوعد بها امام الناس كاملين مباشره في فيديو الناس كيشوفوا كل شيء. اما ديك الخدمه ديالك الخاويه الا كنت تلاصيانه مع راسك كنتي خدامه في سبته وديك تلاصيانه ديالك دوالو وصيفتي بناتك الامارات وبقيتي بوحدك في الدار. لا معاها ولا انت اخرى قالت خدمه كوافوره ولا وكتقول لاصيانه وكتقول لاصيانه مع راسك وباغا تخدم العشره ديالك على علي. علي قافز عليك. علي قافز عليك. ما تلعبش معايا انا ديك اللعب ديالك. سير لعبوا مع شي واحد اخر ديك القوالب ديالك وديك اللعب ديالك. سير الباترون يلعبوا مع شي واحد اخر. اما انا قافز عليك بزاف عليك. البراك ديال تلاقاو بجوج الله الا تلاقاو وهادشي اللي كاين. الحمد لله يا هضرت معاك وانا امام المال وحده الناس كامل اللي كيشوفونا. انا كنتبرى منا على حساب ولده باش غدا بعدو توصل المعطل يوقع شي حاجه رايح دانا راه كتسمع. هي ما عاد بقاش عندنا في التليفون انا اللهم اني قد بلغ عاد بقى وجهها في وجه صافي. اما في الكاميرا ما عاد والو. وانا ما غنتعاطاش معاك ما بقاش نتعاطى معاك الفيديوهات بحال الانسان تعاير معاك. انا ما نبقاش نتعاير معاك بوجود هذه المراه هذه وعلى العائله ديالنا كاملين. انا كنحترمها وكنحترم كل شيء وما بغيناش نوصلوا لشي شغل اللي هو قبيح بزاف وشي شغل اللي هو كبير ما بغيناش نوصلوا. يبعد منا ويبعد من العائله الى انا يما ويعرفني انا يما وبقى نجور عليه. يبعد منا ويبعد من العائله ديالك كامل. وإلا ما بعدش منا لا يقول شي عنده يما. انا نقول للمشاهدين ويسمعني كل شيء ويشوف كل شيء. يبعد منا يخطي يخطي المقال ديالك يقلبو ما يجي بذاخ ما يخطيك ما يجي بذاخ لا انت العائله ديالك. دابا هو كيكتب دخلوا شوفوا الشماته النصاب. دابا هو النصاب. دابا تبارك الله انتينا هو المؤمن اللي واقفين في الجامع انتينا هو باش اجي خلص على الكريدي اللي عليك عند مولاي الدروكلي اجي خلصوا ويبقى ما يبقاش يوا تما حقا داك بيت الصقر عبد العالي مسكين واه ما كاين اللي خلصوا حيتاش شي حاجه مع عبد العالي الحمد لله انا موجود. عبد الرحمن شنو كيعرف؟ كيعرف محمد وعبد العالي ما كيعرفش نجيب. دابا الحمد لله انت ولدك وانت كنعرفوا عارفه كلشي وشفتي بعدا شنو داكشي اللي لقيناه معاه كامل ونكر كلشي قال لك مع عمرهم بالعمى واش عنده فيها شي حاجه بعدا شفت كلشي على عينه هو عرفها كلشي كلشي واضح وباين. حنا ما ضربين معاكم اخوتي الخير ديالك ما تحتواش بلا جميل. شوف بلا جميل ويشكر اخوها ولادي لا جميل انا بلا جميل الله يطول في عمرك وعندي عزيز في قلبي وقيت فينا على الخير وما نقدروش نطيحوا لسان عليك لا انت ولا عائلتك. حنا عائله ديم والحمد
انت دابا ماشي على لحال. لا انت في شي فيديوهات كتذكر فيهم باللي الام ديالك دائما كتتصل عليه كتتصل بها واللي انت هو المرضى الوالدين. الحمد لله هي جلسه حدانا قضاك حتى العيد ما باركت لها شي العيد. ثاني حاجه مسكينه شحال كوزت في العيد مريضه غير السيده كديها للطبيب وكتشري لها الدواء. علاش ما طللتيش عليها ما كنت تما سمحتي فيهم مشيتي لواد لو خفتي تخلص لها الطاكسي ديها للطبيب ولا تخلصات تكوزها واحد 200 درهم ولا 300 درهم. اجا خالتي حفيظه واش كيتفكركم شي نهار كيصيفط لكم شي حاجه؟ الفلوس كيصيفط لكم شي حاجه يعاونكم؟ ها؟ وصلت تل 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 انا عارفه اخو لا فخمه خلي لك ولي ذاته خلي لك بابا اخو يما ونطلب لك الصحه ديالك يا ربي هذا مسكينه انت ينطلبوا منك السماحه انا سامحك سمح لنا انا سامحك الا شي حاجه شفتها منا ما عجبتش سمح لنا حاشي انا راه خاطر داك انا عمري الله يسامح لك دنيا واخيره الله يسامح لك دنيا واخيره احنا يعني واخا حسن عندنا مشاكل هيدا نطلبها منك هيدا مباشرة حسن طيب قال له وصفي حالها إذا مرض زعقة ولا الإنسان ما فيه عمر هذا عيط له يقول هذا هو خالد عيط له وقال له هذا هو خالد بعد من أنا كنت قبل كنت هنا ايوا يلاه اخر من كيهضر مع الوالد ديالو كينصح وكيقطع له في الصوج وهذا غتزيد معاه اما هي ما كيصنتش عليه فهي ما كيبغيش يهضر معاها اهديها مسكينه صافي ما بقى لنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك كل شيء من المراه، قال لك الرابح من المراه والخاسر من المراه والرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. راه اذا كان عندك مراه مزيانه كن اكيد معك كل شيء ماشي. والله عمي الا بقى لك ريال قال لك كما تدين تدان. الحمد لله. بلاتي انت عاد عمل وليداتك وغيكبروا وكما حلموا كنعذبهم. غيعذبوه وغيمحنوا ديك الساعه العرب الحق للوالدين وسمحوا لنا الله يرحم لكم الوالدين لا شفتوا منا شي حاجه حتى انتم ما عجبتكمش كنعتذروا منكم وسمحوا لنا وصافي هذه هي لخصنا لكم كل شيء في هذا الفيديو كنعتذروا من الجميع شكرا لكم بزاف لكم منا كل الاحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يعاونكم. سمعوا الاوديوات ديال سعيد كنقول لك يا صاحبي والله الا حشمني معكم مع الوالدين ومع الناس ديال التيران اقسم بالله صح عبد العالي قول مولي الدار يسمحوا لي بزاف حيت انايا عملت الغلط قحبه نصب عليا وشربني الدواء حاك عليا قول مولي الدار يسمحوا لي قاعد نقول ويصال تسمح لي قول لهم يسمحوا لي الله يرحم والديك قال نرسون عليا مع العشره خليو واش نطلعو نكو شي فيديو ولا عاود عندي ولا نطلع نجيبك قال لي الخوا ديالي قال لي عندك يمشي يجي لي قال لي سبب لي كل المشاكل قال لي كل شيء في الطريق قال لي شي نقول له قول اه قلت له صافي لقيت انا دايا صاحبي انا تمشي للدار وعاود لقيت التليفون بان سجل وكيقولوا لي شاطبي قدام انا صافي كاعي ما عاتيني المهم مرات مشيت للطواليط انا كنت مزير بوحال بولا حاشاك مشيت للطواليط وما يجيش برت الكيسان ديال العصير منزلين عاد لي شي حاجه دواخني بها صافي بقيت حاير انا حتى صحيت شويه بغيت نقول له انت انا صاحبي عملت المشاكل مع اخر ما جيت دحشيني انا في المشاكل اصاحبي الله ياخذ فيه الحق والسلام اخي عبد الهادي والله صاحبي انا باقي لحد الان مروان كرشي صاحبي يومين وهي ما عاتي من النهار تلاقيت معاها انا مريض كرشي يلا دابا رجعت شي شويه شربت واحد فاسطي قال لي الطبيب قال لي كان عندك شي ميكرو في بطنك المهم انا قلت لي حبس دي الفيديو اخي عبد الهادي والسلام سمح لنا اقسم بالله صبنا كنت على وعي والله